صل على محمد وعلى محمد وعجل شفای مرضای اسلام، سلامتی خودتون، خانوادتون. صلوات دوم رو قراتر خط بفرمایید. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. سلامتی وجود نازنین آقا امام زمان، تأجیل در فرجشون و قبولی عزاداری های شما در این ماه محرم و سفر. صلوات سوم رو بلندتر خط بفرمایید. اللهم صل على محمد آل محمد و عجل فرج. انشاءالله تا دقایق دیگر با هم دیگر زیارت اربعین، زیارتی ابی عبدالله در روز اربعین رو با هم زمزمه می کنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتأه فيها طويلا. خون پاك شهدات منتظر توست، بیا سر مصباح خدان منتظر توست، بیا وارث خون خدا و پسر خون خدا، به خدا خون خدا منتظر توست، بیا صبح هم منتظرت، صبح ظهورت و بود روز ما و شب ما منتظرت و سپیا. بر سر گنبد زرین حسین ابن علی پرچمت کرب و بلاد منتظر توست، بیا علم و مشک و لب خشک جگر سوختگان دست افتاد جدا منتظر توست، بیا فرق بش شسته زینب سر خونین حسین که جدا شد ز قفا منتظر توست، بیا بر سر نی سر جدت به عقب برگشته طفل افتاد ز پا منتظر توست، بیا آفتابی که چهل جام به سر نی تابید در دل تشد تلا منتظر توست، بیا آن یتیمی که سر پاک پدر را بوسید ناله زد یا ابتاد منتظر توست، بیا بر زورت تا
خدا بر لب میسم ساکن، تو دعا کن که دعا منتظر توست. بیا بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی ولی الله و حبیبه، السلام علی خلیل الله و نجیبه، السلام علی صفی الله و ابن صفیه، السلام علی الحسین المظلوم الشهید، السلام علی اسیر الكربات و قتیل العبرات. اللهم انی اشهد انه ولیک و ابن ولیک و صفیک و ابن صفیک، الفائز بکرامتک، اکرمته بالشهاده فحبوته بالسعاده، واجتبیته بطیب الولاده، وجعلته سیدا من الساده وقائدا من القاده وضائدا من الضاده، واعطيته مواريث الانبياء، وجعلته حجه على خلقك من الاوسياء، فعذر في الدعاء ومنح النصح فبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة، فقد تبازر عليك من غرته الدنيا فباع حظه بالأرذل الأدنى وشرى آخرته بالثمن الأوكس، فتغترس وتردى في الهوى في هوى، فأسخطك وأسخط نبيك فتاع من عبادك أهل الشقاق والنفاق، فحملت الأوزار المستوجبين النار فجاهدهم فيك صابرا محتسبا حتى صفك في طاعتك الدم واستبيح حرمه. اللهم فلعنهم لعنا وبيلا، فعذبهم عذابا أليما. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن سيد الأوسياء، أشهد أنك أمين الله وابن أمينه، عشدا سعيدا فمديتا حميدا فمتفقيدا مظلوما شهيدا، فاشهد أن الله منجز ما وعدك فمهلك من خذلك فمعذب من قتلك، فأشهد أنك وفيت بعهد الله وجاهدت في سبيله حتى أتاك اليقين،
فلعن الله من قتلك ولعن الله من ظلمك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. اللهم إني أشهدك أني ولي لمن ظلم وعدو لمن عدا. بابي أنت وأمي يا ابن رسول الله، أشهد أنك كنت نورا في الأسلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك المدلهمات بانثيابها، فأشهد أنك من دائم الدين وأركان المسلمين ومنقل المؤمنين، فأشهد أنك الإمام البر التقي النبي الزكي الهادي المهدي، فأشهد أن الأئمة من ولك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، فأشهد أني مؤمن وأشهد أني بكم مؤمن وبيابكم موقن بشرائع ديني بخواتيم عملي، فقلبي لقلبكم سهل فأمري لأمركم متبع ونصرتي لكم معدة حتى يأذن الله لكم، فمعكم معكم لا مع عدوكم، صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وأجسادكم وشاهدكم وغائبكم وظاهركم وباطنكم. آمين رب العالمين. صلوات صلى على محمد. سارا آقا عبی عبدالله شهدای کربلا صلوات محمدی عنایت کنید. صلی علی محمد و آل محمد. با هم زیارت عاشورا را زمزمه میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك
يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيم السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا ثار الله وابن ثار والمتر الموتور السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت فبقي الليل والنهار يا با عبد الله يا با عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمة قتلتكم فلعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم برئت إلى الله وليكم منهم ومن أشياهم وأتباهم وأولياهم يا با عبد الله يا با إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة ولعن الله آل زياد وآل مروان ولعن الله بني أمية قاتبا ولعن الله ابن مرجان ولعن الله عمر بن سعد ولعن الله شمرا ولعن الله أمة أسرجت والجمت وتلقبت لقتالك بابي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك فأسأل الله الذي يكرم مقامك فأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام المنصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله يا أبا إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين
وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بمبالاتك وبالبراءة ممن أسس أساس ذلك وبنى علي بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم بموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم فالناسبين لكم الحرب وبالبراءة من أشيائكم وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن ولاكم وعدو لمن عداكم فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة فأسألوا أن يبلغني مقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم فأسأل الله بحقكم فبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام في جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي مماتا محمد وآل محمد اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو مية وابناك الأكباد اللعين وابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف في نبيك صلى الله عليه وآله اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد ابن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين وهذا يوم الفرحة به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا أيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك
اللهم لعن العصابة التي جادت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد ابن مرجان عمر ابن سعد وشمرا آل أبي سفيان آل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين، لك على مصابهم الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. ورحمة الله وبركاته. أسار آقا أبي عبد الله شهداء كربلا وهمي شهداء جنان قدر الإسلام سه صلوات محمدی عنایت کنید. اللهم صل علی محمد.